السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، نشتغل اليوم على هذا الجهاز 32 بوصة من نوع سوني. الجهاز ميت تماما، لا يوجد أي تحكم، وكذلك لاد الواجهة لا يمد نهائيا. إذا نفتح الجهاز ونتوكل على الله في الفحص. إذا بما أنه لا يوجد أي تحكم ولا يوجد أي إضاءة لأي LED للواجهة، إذا فأول شيء نقوم به هو اختبار دائرة الانتظار ستاند باي، هل تخرج لنا 5 فولت، وكذلك نراقب مسار الأسي ديتكت، يعني الإحساس بالتيار المتناوب، هل فعلا مفعلة أم أن هناك مشكل بالباور سبلاي، لأنه إذا كان هذا المسار غير مفعل فهذا يدل على أن هناك مشكل ما بالباور سبلاي. إذا على بركة الله نختبر هذين المسارين، مسار جهد ستاند باي المتمثل في دائرة الانتظار التي تخرج لنا جهد ستاند باي المتمثل في 5 فولت، وكذلك نبضة الأسي ديتكت. إذا كما تلاحظون جهد ستاند باي المتمثل في 5 فولت فهو موجود، هنا أعطانا 4.9، وكذلك كما تلاحظون مسار الأسي ديتكت. نقوم الآن بقياس مسار الأسي ديتكت، يعني الإحساس بالتيار المتناوب، فعلا موجودة متمثلة في نبضة قيمتها بالفولت 3.4 فولت، يعني 3.3 فولت. إذن بما أنه هذه الجهود جهود الستاند باي ونبضة الأسي ديتكت موجودة، إذن فما علينا إلا القيام بمراجعة بوردة الكونت المين بورد، اللوحة البوردة الرئيسية. لقد قمت باختبار كل أغلب المكونات المتعلقة بدائرة الانتظار بما فيها البيوزات السطحية SMD على هذه البوردة، وراجعت كذلك كونكتور أزرار التشغيل، وراجعت كذلك واجهة الريموت، يعني مستقبل الريموت، فتبين بأن الأمور كلها تبدو طبيعية. إذن فأول خطوة في هذا الموديل وقبل الانتقال لأي شيء آخر هو تغيير هذه البوردة، بوردة اللوحة الرئيسية المان بورد، أو محاولة يعني البحث عن المشكل القائم بهذا الجهاز. بهذه البوردة يتواجد لدينا البروسيسور الميكروناس، وهذا البروسيسور فهو معروف بأنه يعني به فيرموار داخلي، وهذا الفيرموار غالبا ما يتلف لأسباب عديدة. إذن فأول خطوة في محاولة إصلاح هذا الجهاز هو تحديد طرفي الداتا والكلوك لمحاولة قراءة الدمب الداخلي لهذا الميكروناس، وكذلك البحث عن الدمب المناسب للتجربة. إذا تابعوا الطريقة المناسبة التي من خلالها يتم تحديد طرفي الكلوك والداتا على هذا على مستوى هذا الميكروناس، وبعد ذلك نمر إلى محاولة القراءة والكتابة على هذا الميكروناس. إذا كما تلاحظون أنا الآن قمت بتحديد طرفي الكلوك والداتا والأرضي، وسوف أستعمل المبرمجة الشهيرة البوستال 2. هذه المبرمجة البسيطة المتكونة من 3 ترانزستورات، فهي تنافس المبرمجات العملاقة الحالية المتواجدة حاليا بالأسواق، بما فيها RT819 والRT809F إلى آخره. إذا كما تلاحظون من خلال هذه المبرمجة الصغيرة البسيطة تم
التعرف على هذا البروسيسور، وتم محاولة يعني تمت قراءة، الآن نحن نقوم بقراءة المحتوى الداخلي لهذا البروسيسور، ثم بعد ذلك نبحث عن الدامب المناسب ونمرر هذا الدامب، وإن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذا الجهاز وعن هذه المحاولة، محاولة إصلاح هذا الجهاز. إذن أيها الأصدقاء، كما لاحظتم لقد مرت القراءة والكتابة على هذا البروسيسور بشكل جيد. إذن ما علينا إلا محاولة تجربة هذه البوردة، هل ستشتغل أم لا بعد أن كانت ميتة تماما. نعم، لاحظوا لدى الواجهة، ظهر لدى الواجهة باللون الأخضر مما يدل على أن الجهاز اشتغل. نلاحظ أيضا الباك لايت من هذا الثقب فهو مشتغل، إذا الباك لايت أيضا اشتغل. إذا ما علينا أيها الأصدقاء إلا جمع هذا البورد وجمع هذه المكونات وتجرب الجهاز، هل ستظهر البطاطا أم لا. إذا كما لاحظتم أيها الأصدقاء، هذا الجهاز كان ميت تماما بعد مراجعة دوائر الانتظار وكل شيء بالمانبورد. تبين بأنه أول خطوة هي شحن الدم الداخلي لهذا الميكرونيس. إذن على بركة الله نقوم بجرب. إذن لاحظوا ظهرت الداتا والحمد لله، إذن الجهاز اشتغل كما لاحظتم. تحياتي لكم أيها الأصدقاء.
vaccine. Ang kinamatay ho nitong batang ito ay yung mga komplikasyon na nanggaling doon sa bakuna. Kaya hindi posible ho yung sinasabi ng doktor na yon at saka yung isa pang doktor na official ng Department of Health na nagsabi na